وحوار الوداد الرياضي والترجي يتكرر مرة أخرى في صيف 2019. مشاهدة كرام، الفصل الأول سيبدأ حوار هنا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. جرت العادة أن فريق الوداد يستقبل بكازا منذ أشهر عديدة وملعب كازا مغلق، وبالتالي الوداد رفع على اختيارات المدربين. اليوم نبدأ مع فريق الترجي، الدوادي 5، خليل الشمال 20، يوسف البلايلي 10، توما جونيور لوكوس اللاعب النيجيري رقم 29. هذه الاختيارات وهذه التشكيله النموذجيه حاضره بما في الجناح الايمن ابراهيم النقاش، لوباس داخل منطقه الجزاء كرام ومع العلالي على الخصوص وحمل الدافين، ولننسى كذلك المدافع بين الذهبي والاياب كان التتويج بالنسبه للطل في مواجهه طبعا كتيبه نبيل معلول انذاك اللي فاز بلقب الشامبيونز ليج مع فريق الترجي. نعم 0-0 في كازا، 1-0 في نصير، واسماعيل ينضم كذلك السعيدي بسبب الايقاف، وناجم اسماعيل يعطي باس بخارج القدم وحصير يرفع راسه نصير ويرفع مع الكره لكت، والمعاناه والتعقيدات التكتيكيه والضغط العالي لفريق الترجي المتوقع الكره وانطلاقه من الجهه الذي يعمل مراوغه الحداد يدخل الحداد فرصة، يلا 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 الحد حياة بابا توندي، بابا توندي يرفع لي الكرة، بابا توندي قيادة الهجومية على مستوى التنسيق ورجم صريح يا فوزي بنزارتي. هذه معطي شكل كلي وخلق تقريبا 6-7 فرص في اسماعيل البينية لمحمد وناجم، يمشي مع تكتيكي خالص وهذا تعودنا عليه في المواجهات. ابراهيم النقاش وسط الكرة الجهة اليمنى والعرضية بعد ذلك إلى الركنية، أول خوض نهائي الشامبيونز ليج تاريخيا يعتبر لفائدة فريق الترجي، الأجواء ضبابية في هذه اللحظات. نعم عامل من العوامل أيوب الأمرود أم بقية اللاعبين، ممكن محمد الحداد وممكن حتى هل تفعل وتسجل أول أهدافك في مسيرتك هذه الكرة، كيف سيتصرفون وكيف سيتعاملون مع هذه الكرة فريق الوداد أمام نادي الترجي في المسابقات الإفريقية، والحكام ماذا يقول؟ كان في تدخل أمام أندار معين الشعباني وسيكون هناك كارت أصفر من جديد، كارت أصفر في طريق جهاد قريش انتبه للعملية وبالتالي سيوجه الإنذار في هذه اللحظات. غلال الشعلاني الفريقات أمام لوكوس وأشرف داري، قطع يا أشرف، ممتاز ممتاز أشرف داري، ممتاز أشرف داري، والحكام صفر خطأ. أين هو الخطأ يا جهاد قريش؟ خامس حارس مرمى ودادي يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، تيكناوتي اللي فاز باللقب البطولة مع نادي اتحاد طنجة كمعار من فريق الوداد، تتوتر الاعصاب في هذه الاثناء، ودور قيادة قريش شلال لتادية اللاعبين، تادية اللاعبين في هذا الديربي المغاربي. دربالي سامح الدربالي على مشارف منطقة الجزاء، كومارا حذاري الوداد لا يستسلم. طبعا في بعض الاندية خاصة الاندية التي تفتقد الخبرة الافريقية يعني بعد 20 دقيقة 30 دقيقة ربما معنويا الامور لا تمشي كما يجب، ولكن الوداد كاريزما والوداد الكاف في 2005 انطلاقة من وناجم، يلا يا وناجم يلا يا وناجم، يدخل وناجم والتغطية الدفاعية بعد ذلك الحكم صفر خطأ، وضعية تسلل الخطأ. نعم وقيادة قريشة يعلن عن ضربة حرة.